بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثانوية العامة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة ومدرسة على الهواء واللغة العربية، لغة النبوة والقرآن والأدب، لغة الفصاحة والتبيان والعربي، جبريل ناطقها والسحر منطقها، والله كرمها في أعظم الكتب. سعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الفاضل أستاذ محسن العربي. أهلا بك أستاذ محسن. أهلا بك أستاذ صلاح. طلاب الثانوية العامة في كل مكان، كل المشاهدين، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى كل مصر بالخير واليمن والبركات. مع هذه الأيام المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون بشرة خير لكل الطلاب في أيام رمضان، أن يأتي الامتحان في متناول الطالب، وأن يعطي البركة لكل الطلاب في مذاكرتهم وأعمالهم في الفترة المقبلة بإذن الله. وأذكركم كالعادة أنه لم يتبقى إلا 17 يوما، يعني أسبوعين وثلاثة أيام. بإذن الله مع هذه الأيام المباركة نستطيع أن نحقق المستحيل كما فعل المسلمون في غزوة بدر، فأنت قادم أيضا على جهاد، جهاد مع النفس وجهاد مع العمل حتى تستطيع أن تحقق ما تريد بإذن الله. أستاذ محسن، كلمة للطلاب وهم على يعني دخول رمضان وعلى لم يتبقى إلا 17 يوما، تحب تقول إيه قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا؟ أحب أقول استغلوا يا طلاب الثانوية العامة روحانية شهر رمضان في تحقيق النجاح والتفوق بمشيئة الله تبارك وتعالى. إياكم أن تظنوا أن رمضان شهر للنوم والكسل في المذاكرة، فإن الذهن يكون صافيا مع الصيام، ومع صفاء الذهن يكون هناك استقرار للمعلومة وحسن التوكل على الله يعجل بتحقيق النجاح والتفوق بمشيئة الله. بإذن الله ما زال الأمل قائما في تحقيق التفوق بمشيئة الله. بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كل دعوات الآباء وكل دعواتنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون من نصيبكم في هذه الأيام المباركة. معنا اليوم النموذج الثالث من نماذج الوزارة الذي تم بثه على موقع وزارة التربية والتعليم للغة العربية. قمنا معا ومع الأستاذ محسن العربي يعني بحل النموذج الأول والنموذج الثاني، وها نحن ذا مع النموذج الثالث كشكل من أشكال الامتحانات، وطبعا بيجي كتير بنفس النمط وبنفس الأسلوب اللي على نفس وتيرة الامتحان اللي بينا دلوقتي. طبعا احنا معاكم بنضع ايدينا على اهم النقاط اللي ان شاء الله تشوفها في امتحان ثانوية عامة 2018. طبعا في البداية بيكون الاسئلة في القصة، وزي ما اتفقنا وبقالنا كام امتحان بنحل ان القصة مفيش قطعة، مفيش مفردات، الاسئلة بتأتي عبارة عن اختيار من متعدد ثم اسئلة مقالية. السؤال الاول في الاختيار من متعدد في قصة الايام بيقول: عالم القناة بالنسبة للصبي هو عالم واقعي، عالم من نسج خياله، قصص كتبها مؤلفون، خرافات وأساطير قرأ عنها. يا أستاذ محسن، طبعا عالم القناة عالم يتصل بخيال الصبي، يعني من نسج الخيال. طب هو تخيل ان القناة فيها ايه يا أستاذ صلاح؟ فيها أسماك طويلة عريضة بتزدرد يعني تبتلع الناس، وفيها التماسيح أيضا التي تزدرد الناس، وفيها المسحورون الذين سحرهم الجن في أوهام العامة من الناس، يطفون فوق سطح المياه في الصباح وفي المساء، يتنسمون الهواء ويمثلون خطرا كبيرا على الصغار وعلى الكبار. كل هذا من نسج خياله، لكن حقيقة القناة عرفها طه حسين بعد ذلك، وسيرد ذلك في سؤال من أسئلة هذا النموذج الذي نحن بصدده اليوم. تمام. أبرز ما يميز لغة طه حسين أنها تتمتع بابتذال وسطحية، غموض وتعقيد، إيقاع وموسيقى رنانة، إيقاع وموسيقى متكلفة. إحنا عايزين الطالب يتعلم التفكير يا أستاذ صلاح. نعم.
يعني لما يقول ابتذال وسطحية ده مش عميد الأدب العربي. طب لو قال غموض وتعقيد برضو ده مش الدكتور طه حسين اللي يبقى عنده غموض وتعقيد. طيب إيقاع وموسيقى متكلفة، طه حسين لا يتكلف في الموسيقى الخارجية أو الداخلية في عباراته وفي فقراته، لأنه يعني يقول من وحي ذاتيته، من وحي عنديته، يعني اللي في قلبه بيطلعه وهو يحكي سيرته الذاتية، يبقى إيقاع وموسيقى رنانة. تمام، إيقاع وموسيقى رنانة، الإجابة رقم 3. السؤال التالي في القصة: ما الذي عرفه الصبي عن حقيقة القناة؟ طبعا الصبي عرف عن حقيقة القناة بعد ذلك أن عرضها ضئيل، وأن الشاب قليل النشاط يستطيع أن يعبرها من حافتها إلى حافتها بأقل درجة من درجات النشاط، وعلم أنها تتحول في معظم أوقات العام إلى حفرة مستطيلة ينزل إلى أرضها الرخوة الأطفال ليمسكوا ما تبقى فيها من أسماك، وعلم أنها عالم مستقل عن الحيوان وعن الإنسان وعن النبات. أدرك هذه الحقيقة بعد ذلك، وكان يعبرها على كتف أحد إخوته ليذهب إلى حديقة المعلم ويأتي من هذه الحديقة بالتوت والنعناع والريحان. أي عرف أن حقيقة القناة أنها لم يكن مثل ما كان يتصور. هو كان يتصور أنها مليئة بالجن والمسحورين وأنه لا يستطيع أن يتخطاها. حينما كبر عرف أنه يستطيع الشاب أن يبلغها، واستطاع هو أن يعبر القناة على كتف أحد إخوته دون أن يصاب بأي مكروه. إذن لم تكن القناة مثل ما كان يتخيل الفتى. طيب، نعم. كيف كان الصبي يستدل على بزوغ الفجر؟ طبعا الفتى كان بيستدل على بزوغ الفجر حينما يسمع صوت النساء وقد خرجن ليملأن قواريرهن الجرار، ويغنين. يعني اللي هم شايلينها، اللي احنا بنسميها بالبلدي يا استاذ صلاح الزلعه او البلاص، نعم، هو وبيغنوا. سامعهم وبيغنوا الله يا ليل الله. كان تمام. بيستدل ان النهار قد بزغ من هذا الصوت الذي كان يسمعه من النساء، ويتأكد حينما يسمع صوت أبيه وهو قائم ليتوضأ ويصلي ويقرأ ينادي جزء من بالإبريق. القرآن ويشرب قهوته. ففي هذه في هذا الوقت كان كل من في البيت يجلسون في هدوء واحترام للأب، ولكن حينما يخرج الأب إلى عمله يتحول البيت إلى خلية نحل. كل هذا يتأكد به الصبي أن النهار قد بزغ. نعم. طيب، علل يا أستاذ محسن: تعلم الصبي الاحتياط في القول واللفظ. الاحتياط يعني التحفظ. نعم، هو ينفع ياخد باله، الصراحة. يعني ياخد باله. ياخد باله، والله ينور عليك. تمام، ينفع ان انا اقول تعلم الاحتياط في القول واللفظ لان اباه اقسم عدة مرات. طالب بيقول لي ابوه اقسم عدة مرات بان لا يعود الى الكتاب وها هو قد عاد. قلت له طب يعني الاحتياط في اللفظ يعني بياخد باله من كلامه، يبقى في حاجة حصلت منه هو. أنا عايز أتعلم التفكير الصح، حاجة حصلت من طه خلته يندم لما كان بيطلق لسانه في الفقيه والعريف إطلاقا شنيعا، وكان الصبية في الكتاب في محاولة للتقرب من سيدنا والعريف ينقلون نفس الكلام اللي كان بيقوله طه لسيدنا والعريف، وهو عرف الكلام ده في لحظات الغداء. كانوا سيدنا والعريف بيكرروا عليه نفس الجمل اللي كان بيقولها للصبية في الكتاب. فطبعا طه قاعد خزيان باصص في الأرض، يعني ده الكلام اللي هو قاله اتنقل بالحرف المين لسيدنا والعريف. يبقى تعلم الاحتياط في اللفظ لأنه أطلق لسانه في سيدنا والعريف إطلاقا شنيعا، وتعرض بسبب ذلك بعد أن نقل الصبية هذا الكلام إلى سيدنا والعريف إلى لوم سيدنا والعريف، وخاصة عندما عاد طه إلى الكتاب مرة أخرى بعد نجاح الوساطة الاجتماعية، حيث وسط سيدنا بعض المقربين من الشيخ حسين
في أن يرجعوا طه إلى الكتاب مرة أخرى، فعندما عاد لامه سيدنا ولامه العريف في وقت الغداء، ومن هنا تعلم طه أن يحتاط في القول وفي اللفظ، يمسك لسانه شوي، اتعلم كده. طيب علل، كان الشباب يحبون الحاج علي الرزاز. طبعا الحاج علي الرزاز كان يجلس مع الشباب في الأزهر، وكان يعني له أطوار غريبة، كان يتقرب إلى الطلاب ويذهب إليهم في كل يوم جمعة فقط، حتى لا يعني يزعجهم ولا يبعدهم عن المذاكرة والاجتهاد والامتحانات، ولكنهم كانوا يحبونه لأنه كان خفيف الظل، وكان يجلس يقلد لهم الشيوخ ويضحك وينم على هذا ويأتي بسيرة هذا. ولذلك كان طه حسين يعني لا يحب الشيخ علي الرزاز، لأنه كان يراه متكلفا، فهو في الليل يدعو الناس إلى الصلاة ويسبح بحمد الله، وفي النهار يأتي بسيرة هذا ولا يعني لا يتكلف في أن أو لا يتراجع في أن يقول أي لفظ خارج. هو كان يطلق لسانه صليط اللسان كما كان أو كما وصفه طه حسين، وكان حينما يصلي يفتح الغرفة على مصراعيها ويصلي بصوت عال وكأنه يريد أن يخبر الناس بأنه يصلي. يبقى هو طه حسين ما حبوش عشان كده، إنما الطلاب حبوه لأنهم كانوا يرون فيه خفة الذل، وأنه كان يعني يضحكون معه وكان يسخر من من حوله، وهم كانوا يحبون ذلك في ذلك الوقت. يعني كده أنت بتعلم الطالب أنه يفكر صح يا أستاذ صلاح. نعم، بتقول للطالب يقول إن هم حبوا الحاج علي الرزاز عشان يستريحون عنده من عناء الدرس، ويفتح إلى قلوبهم بابا من اللهو ما كان هذا الباب ليفتح لولا الحاج علي الرزاز. نعم. طيب علل، حزن الصبي عند عودته إلى القرية وبات ليلته غاضبا. نعم، الصبي حزن عند عودته إلى القرية وبات ليلته غاضبا، يبقى في حاجة مزعلها يا أستاذ صلاح، ما حدش يستقبله في المحطة، هو كان منتظر حاجة وحصل حاجة تانية. وحصل حاجة تانية، لم يكن هناك أحد في استقباله من أفراد الأسر. نعم. ولم يجد العشاء الفاخر ولا الطعام حتى العادي. ووجد فطورا في مقابلته من قبل يعني أفراد الأسرة أو حتى أفراد القرية اللي كان بيقابله يا أستاذ صلاح في صبيحة اليوم الذي وصل، أو يعني في اليوم التالي على وصوله، كان يقول له: ها أنت ذا، هو أنت، ها قد عدت، هو أنت رجعت، يعني رجعت من الأزهر. وباللغة بتاعتنا اللي بنفهمها النهاردة يعني بنقول بيكبسوه، يعني إيه؟ يقول له: وكيف حال أخيك أحمد؟ ما يسألوش عن نفسه، وإنما يسأله عن الذي كان ينتخب خليفة كل عام في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: وكيف حال أخيك أحمد؟ ولذلك هو هيثور على التقاليد الموجودة والعادات الموجودة في القرية، وكأنه أراد أن يجذب النظر إليه، يعني عايز أقول لهم: أنا هو يلي ما بتهتموش بيا، أنا بعيب فكركم وبعيب العقيدة بتاعتكم. ومن هنا أنكر طه حسين القراءة في كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي الذي يبيح التوسل بالأنبياء والأولياء والتقرب إلى الله بالأنبياء والأولياء. وضح كيف كان الصبي يمضي في طريقه من البيت إلى الأصل. طبعا كان الصبي للمرحلة الثانية من حياته، الطور الثاني. نعم، الطور الثاني. كان يمضي مضطربا خائفا لأن الطريق لم يكن ممهدا، وكان أخوه يمسك معصمه ويأخذه ذات اليمين وذات اليسار، وهو كان يمشي في يد أخيه مضطربا خائفا من كثرة ما يتواجد في الأرض، ويخشى أن يقع يعني يسخر منه من مش حوله. مش قادر يوائم كده يا أستاذ صلاح بين مشيته ومشيت أخيه. نعم، أخوه يعني سريع. مشيته هادئة، لكن مشيت أخوه صارمة عنيفة قوية مهتدية. طه يمكن اللي عشان كده كان مضطرب خائف، تمام، اللي بيبعده عن يعني التفكير في آفته وعاهته ان هو يستمع الى اصوات كثيره زي صوت الحوزي وصوت بائع المياه وصوت الاحمال التي تنزل من على العربات او توضع على العربات، اصوات بعضها فوق بعض. ولكن كان يمشي صحيح ان بتقتحم العين،
نعم. وتدخل في أعماق إلا أنها تبتسم له. مفيش الظلمة اللي بتعلو وجوه المكفوفين موجودة معاه. تمام. طيب نأتي لسؤال آخر وهو سؤال في القراءة، هو في النموذج الثالث أستاذ محسن. نعم. يعني جايب نفس الموضوعين اللذين قد أتيا في العام السابق. نعم. اللي هما العلم في الإسلام وإرادة التغيير. تمام. ويعني فيه صيحة بتقول إن النموذج الثالث ده أصعب النماذج حتى الآن. هم الطلبة بيقولوا كده، بس إحنا عايزين نقول لهم مفيش حاجة صعبة. يعني لحد دلوقتي هم أكيد شايفين إن الأمور سهلة لحد دلوقتي. لا، الأمور سهلة الحمد لله. هنشوف نكمل وبعد كده برضو نأكد لهم إن الأمر بإذن الله سهل طالما هم مذاكرين. أنا دايما أقول إن مفيش حاجة صعبة على الطالب المذاكر. هو في طالب سألني في الحلقة الماضية أستاذ صلاح، قال لي أنا عايز يعني تعلمونا ننظم وقتنا إزاي في الوقت المتبقي. قلت له خلاص أنا والأستاذ صلاح كده هنبقى يعني بلغة النقاش أقول لك إن أنت مثلا من يوم 20 ليوم 23 أنت بتذاكر القصة والقراءة، من يوم 25 ليوم 23 بتذاكر القصة والقراءة، ذاكر معاهم المواد اللي ما بتنضافش للمجموع، اللي هي الاقتصاد، الإحصاء، التربية الدينية، التربية الوطنية، اعتبارا من يوم 24 لغاية يوم 2/6 قدامك 10 أيام أنت فارد مساحة للغة العربية فقط. فبيقول لي طب أنا ذاكر الأدب وبعد كده ذاكر كذا، قلت له لا، لازم تبقى شمولي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت هتاخد مثلا نموذج نحو، نموذج بلاغة، هتذاكر 3 فصول قصة، موضوع قراءة، نص من النصوص الأدبية، وهكذا بتبقى إيه؟ نظرة شمولية إلى اللغة العربية. وبعدين تابعنا في حلقات مدرسة على الهواء من خلال قناة مصر التعليمية، يمكن الحاجات اللي احنا نقولها في أوقات ما قبل الامتحان هتبقى إن شاء الله، إن شاء الله مش هيخرج منها امتحان 2018 بإذن الله. بإذن الله. طبعا أنا يعني كثير بيجيني السؤال أبدأ عربي من إمتى وذاكر إزاي وأيام رمضان وكده. طبعا يعني أيام رمضان كلها خير، ويعني أنا عارف أن المجلس في البيت والتلفزيون بقى والحاجات دي معلش يعني هو عام فقط يمر يعني بخيره بإذن الله، وبعد ذلك ستفعل ما تشاء. يعني لابد أن تكون على قدر المسؤولية. وناس كتير بتبقى بتعمل في الشارع، ويعني الناس بتأكل في بيتها وتفطر في بيتها. أنت ستفطر بإذن الله في بيتك، ولكن يعني لابد أن تجتهد وتذاكر. يعني انفصل في هذه الأيام عن التلفزيون بقى والمسلسلات والكلام ده. كل ما أوده منك أن تصلي وتعطي الله حقه في الصلاة، ثم بعد ذلك والصوم طبعا، ثم بعد ذلك الاجتهاد، لأن العمل عبادة. أذاكر قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ والوقت ده كل طالب، أنا دايما أقول في فروق فردية. في طالب يعرف يركز جدا وهو قبل الفطار، وفي واحد بعد الفطار، في واحد ساعة الفجر أو بعد ما بعد صلاة الفجر إلى مثلا الساعة 12 واحدة وبعد كده ينام لحد الفطار وهكذا. لكن أنا رأيي إن أنا أبدأ العربي من إمتى؟ طبعا أستاذ محسن رأيي فوق دماغنا، وهو شايفه راجل يعني خبير يعني وعنده خبرة كبيرة جدا عننا. انا شايف ان الاستاذ محسن بيقوله كتير، لان انا طبعا عارف ان طلاب صناعه عندهم فيزياء، وفي ناس رياضه بتبقى فيزياء ورياضه، وسواء بقى لو حتى ادبي بيبقى عندهم تاريخ وجغرافيا، فعايزين يلموا الحاجات ديت. فانا يعني انا استاذ محسن بيقول لك 10 ايام عربي بس، انا شايف ان اسبوع عربي بس. يعني طبعا هو رايه يقبل ورايك انت كمان حسب الطالب نفسه، يعني حسب الطالب. ممكن طالب شايف نفسه ان هو وحش في العربي، يعني ما لسه واقع عنده حاجات كتير لازم تتلم، فيبقى راي استاذ محسن طبعا المتوسط يا استاذ صلاح، المتوسط او حضرتك يعني انت لو طالب فعلا محتاج ال 10 ايام يبقى ال 10 ايام. انا شايف لو طالب ماشي معانا ومذاكر والحاجه ملمومه من الاول وكده، هو عايز يراجع بقى العربي، يبقى اسبوع. ما قبل الاسبوع ممكن تبقى بتذاكر باقي المواد، يعني انت بتذاكر عربي مثلا بالليل، ممكن بتذاكر الماده اللي انت شايف ان هي لسه ناقصاك، عشان اصل يا استاذ محسن المواد هتدخل فهيبقى الامتحانات ورا بعضها اقصى. نعم. حاجه يبقى يومين ثلاثه اربع ايام وهكذا، فانا مش عايزه ينسى برضه، ويعني انا عايزه ينجح ويتفوق. يعني احنا بنقول ايه؟ كل طالب قانون زي ما حضرتك اشرت كده، يكيف نفسه على الوضع الذي يراه. وانا عايز ايه؟ اشد على نفسي شويه. بالطبع زي طلبه العلم في الازهر في قصه طه حسين، يعني كانوا بيشدوا على نفسهم، بيقزموا الشهوات ويبعدون انفسهم عن التورط في عبث ربما يضعف العزيمه
ربما يعني لا يأتي بالثمار المرجوة، ومن أجل ذلك ما كانوش بيكرروا نفس الكلمات اللي كان بيقولها الحاج علي الرزاز، ولذلك أتعب شوية عشان بعد كده استريح. أنا بقول أتعب شوية، ها يعني يا ريت. مش وقت مسلسلات بقى يا استاذ محسن. لا لا، أنا طيب عايز اسمع إيه بقى؟ العمل وقت المسلسل مصلحتي أنا، أصل دي بالظبط. مصلحتي، أصل دي مستقبلي أنا نفسي. يعني أقول إيه كطالب ثانوية عامة؟ أقول ده مصلحتي، دي مصلحتي، ده مستقبلي، أنا بالظبط. اللي هدافع عن المستقبل بتاعي، انا اللي هرسم الصورة الحلوة لنفسي، انا اللي هجيب المجموع، مش حد تاني اللي هيجيبه لي صح بالظبط ان كده. شاء الله. طيب العلم في الإسلام، اتفضل يا استاذ محسن. لا حد اذا في الاسلام لما يمكن ان يستنبطه العقل البشري من انواع العلوم التي تتعلق بمصالح الناس المتغيرة من زمان الى زمان ومن مكان إلى مكان، وهذا هو الذي دفع فقهاء الإسلام إلى اعتبار الصناعات مثلا فروض كفاية، والصناعات تقوم على أساس العلم المادي. نعم، معنى كلمة يستنبطه، طبعا يستدرجه ولا اتفضل، يستخرجه ولا يستبعده ولا يستفيده؟ أنا بقول استنباط الشيء يعني استنتاجه، يبقى قريب لها الاستخراج. يعني أنا بستخرج الفكرة نعم من وسط أفكار، يبقى هنا استنباط. تمام. مضاد المتغيرة البالية ولا الضائعة ولا الثابتة ولا المتباينة؟ طبعا، تغير الشيء المضاد ثبت الشيء، يبقى الثابتة. السؤال التالي في العلم في الإسلام بيقول: ما ما الذي الذي دفع فقهاء الإسلام إلى اعتبار الصناعات فروض كفاية؟ شوف كده يا أستاذ صلاح القطعة، هل ممكن لو الطالب جاوب من القطعة ياخد الدرجة كده؟ لو موجودة في القطعة ياخدها طبعا. يعني شوف بقول إيه، لا حد إذن في الإسلام لما يمكن أن يستنبطه العقل البشري من أنواع العلوم التي تتعلق بمصالح الناس المتغيرة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهذا هو الذي دفع فقهاء الإسلام إلى اعتبار الصناعات فروض كفاية. يبقى ليه الفقهاء قالوا الصناعات فروض كفاية؟ لأن مصالح الناس، الإجابة موجودة في القطع، مصالح الناس كثيرة ومتشعبة، تتغير من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، يرد ببالي ما لا يرد ببال إنسان آخر. يعني الكلام موجود في القطع، لو نقله بالنص خد الدرجتين أو الدرجة كاملة. تمام. طيب استاذ محسن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس مشاوره لاصحابه، علل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس ليجعل هذه القاعده قاعده شرعيه من بعده، ان يستشير الناس وتصبح المشوره امرا شرعيا من بعده. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان ما يعرفه شخص لا يعرفه اخر، لان علوم الكون كثيرة وغير متناهية، نعم ولا يمكن لشخص واحد أن يعرف كل أنواع العلوم، نعم فجعل المشورة قاعدة شرعية من بعده حتى يستشير الناس بعضهم بعض حتى لا يقعون في الخطأ. يبقى عشان حاجتين، حتى تكون قاعدة شرعية من بعده. مين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ما قد يعرفه شخص لا يعرفه آخر، لأن علوم الكون كثيرة ومتعددة ولا يمكن لشخص أن يعرف كل أنواع يعني العلم. غير متناهية. تمام. ولذلك يا أستاذ صلاح، الله أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالشور، عليه الصلاة والسلام. قال الله لنبيه وشاورهم في الأمر. نعم. يبقى امتثالا لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر، شاور النبي أصحابه، على الرغم من أنه أكمل الناس عقلا، لا يحتاج إلى مشورة، إن هو إلا وحي يوح. وزي ما حضرتك قلت لنا إن شاور النبي أصحابه ليكون ذلك سنة متبعة من بعد، وكأنه أراد أن يؤسس قاعدة شرعية كما علمتنا. الأمر الآخر هو الذي ذكرته يا أستاذ صلاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن علوم الخلق غير متناهية، وأن مصالح الناس كثيرة ومتشعبة، وأن من الأفكار ما يرد إلى شخص ولا يرد إلى آخر. ومن هنا كان الصحابة يقولوا للنبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ أهذا الرأي يا رسول الله أنزلك الله إياه، يعني ده وحي، ولا الحرب والرأي والمكيدة؟ لو وحي خلاص، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. لكن لو الرسول قال للصحابة الحرب والرأي والمكيدة، ها،
كان ممكن يبقى فيه تعديل، والصحابة عدلوا على النبي في بعض الغزوات. نعم، يبقى ده هو ده مبدأ الايه؟ الشورى. الشورى. طيب، علل لا يجوز ان نفهم العلم في الاسلام على انه العلم باداب الدين واحكامه فقط، لان مثل هذا المفهوم هو المفهوم الخاطئ، لان المفهوم الصحيح للعلم في الاسلام انه جاء شاملا لكل انواع العلوم الدينيه والدنيويه، يعني هو في مفهوم خاطئ ومفهوم صحيح. المفهوم الخاطئ اللي هو كاتبه كده، لا يجوز ان نفهم ان العلم في الاسلام يعني فقط العلم باداب الدين واحكامه، ولأن المفهوم الصحيح للعلم في الإسلام أنه جاء شاملا لكل أنواع العلوم الدينية والدنيوية، أو هو كل علم يدفع الجهل. تمام؟ ده كده أنت جبت حاجة مهمة قوي يا أستاذ صلاح، اللي هي دلل على أن العلم في الإسلام يشتمل على أمور الدين والدنيا، أن العلم ضده الإيه؟ الجهل. والجهل على نوعين، جهل ديني وجهل دنيوي. إذا كان هناك علم في الإسلام فقد جاء ليدفع جهل الدين والدنيا. لما يقول لي دلل على أن العلم في الإسلام يشتمل على أمور الدين والدنيا، هقول إن النشاط الإنساني زي الزراعة والتجارة والصناعة، أمر النشاط الإنساني ده أمر دنيوي، ولكن ورد في شأنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ما احنا هناخد العلم في الإسلام منين؟ هاخده من آيات القرآن وأحاديث النبي. في حاجة تانية، تعمير الكون، دليل تاني على أن العلم في الإسلام يشتمل مع أمور الدين على أمور الدنيا. فتعمير الكون أمر دنيوي، ولكن ورد بشأنه آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين لنا أن العلم في الإسلام يشتمل مع أمور الدين، مع العلم بآداب الدين وأحكامه، يشتمل على الأمور الدنيوية وهكذا. تمام. طيب أستاذ محسن، من موضوع إرادة التغيير، إرادة التغيير الدرس الثاني، وهو الدرس اللي جه برضه في امتحان الثانوية العامة 2017. الدرس بيقول يا أستاذ محسن اتفضل. الإرادة هي نفسها إرادة التغيير. المهم في إرادة التغيير أن نعرف ماذا نغير من حياتنا، كيف نغيره، والذي نريد له أن يتغير هو القيم التي نقيس بها أوجه الحياة، وكيفية تغييرها هي أن نختار لكل موقف معيارا من شأنه أن يحقق أكبر نفع وقوة وكرامة واستنارة وأمن لأكبر عدد من أبناء الشعب. جميل. لابد أن ننقل مواضع الزهو فنزهو بي، قوتنا وسيطرتنا، خضوعنا للقانون، احتقارنا حرية الآخرين، سلبنا حرية الآخرين. طبعا الزهو معناه الاعجاب يا استاذ صلاح، والافتخار يعني. طب انا هفخر بايه؟ ده اللي هو بسميه الايه، الزهو الحقيقي. ان انا خاضع للقانون، سواء خضوع هو ده اللي بيقوله يعني علانيه ام سرا. لان هو كاتب الموضع الصحيح او الشيء الصحيح بالنسبه للزهو. ازهو بايه؟ ان انا ملتزم بالقانون، لان القانون ده انا مشارك في ايه، في وضعه كمواطن على ارض هذه البلد. لان زكي نجيب محمود يا استاذ محسن كان قايل ان يعني من القيم السلبيه التي موجوده لدينا ومنتشره هي مواضع الفخر. في بعض الناس يفتخرون بقدرتهم على الافلات من القانون. نعم. بيقول لك دي الحاجات اللي لابد ان تتغير حتى يحدث تغيير حقيقي، هي لازم نغير القيم. طب ايه القيم اللي لابد ان تتغير لدينا؟ قال لك هي مواضع الزهو. طب ايه مواضع الزهو التي لابد ان تتغير؟ القدره على في بعض الناس يعني يفتخرون او يزهون بقدرتهم على الافلات من القانون، يقول لك انا فلان وانا اقدر اعمل وانا ما حدش كلمني وكان هذه الاشياء اشياء يفتخر بها. الكاتب بيقول لك الفخر الحقيقي والزهو الحقيقي من القيم التي لابد ان تتغير لدينا وهي ان نزهو بخضوعنا للقانون. انا اقول لك على الرغم ان انا يعني ليا منصب وليا مكانه، الا اني افتخر بانني اخضع للقانون مثلي مثل غيري. هذا هو الفخر الحقيقي. لا تقول لي بقى اصل انا ابن فلان ولا ابن علان، ده انا ابن فلان وابن علان وهخضع للقانون زي غيري. هي دي الحاجه اللي انا افتخر بيها، هي دي الحاجه القيمه الحقيقيه التي لابد ان تتغير لدى الكثير من الموجودين. يعني مهما كان الموجودين. مركزي ومهما كان منصبي بقف لما الاشاره بتبقى قافله. تمام. ما جيش بقى في وسط الناس الزملاء واقول لهم انا ايه
انا تعال عديت وانه محدش يقدر وانا يتكلم ما معايا. حدش يتكلم معايا، وانا طلعت لهم الكارنيه بتاعي. الكلام ده موجود، موجود في موضوع اراده التغيير لزكي نجيب محمود. وبعدين هو ادالنا مثال على الخروج من القانون اللي في ازمات الطعام زي نقص السكر والزيت واللحم، وموجود بنفس النص في هو الموضوع. قال لك هي القيمة التانية اللي لابد أن تتغير، لأن عند بعض الناس إن هم يفتخرون بقدرتهم على ملء بيوتهم وبيوت من حولهم بالسلعة الناقصة القرايب في المجتمع. والاصدقاء. يعني أنا أقدر أملأ، أجي هو حتى كاتب السكر ناقص، الزيت ناقص، الأرز ناقص، أقوم أنا أجي أقول لك أنتوا ناقص عندكم أنتم، إنما أنا عندي كتير ومالي بيتي وبيت من حولي وأصدقائي وجيراني بهذه السلعة الناقصة. وممكن دي غيري يحاسب لكنك ما قيمة، تحاسبش، هي دي قيمة لابد أن إيه؟ تتغير. تتغير هي نعم والقدرة على الإفلات من القانون. طب نعم الدرس بيقول لي يا أستاذ محسن: لا إرادة بغير حوار ولا تخيل ولا فعل ولا قواعد. أنا لو طالب مش مذاكر هقول أكتر واحدة تتماشى مع الكلام: لا إرادة بغير حوار. يعني انا اكيد لازم يبقى في حوار وكده، واخدها كده ايه ما هو معلش، هو بال مش مذاكر، هو مش هو مش مذاكر في مذاكر الصلاة. لكن لو مذاكر الموضوع يقول لك ما فيش إرادة بغير فعل. بغير فعل ولا فعل بدون تغيير. نعم. أنا لو مذاكر بقى، ما أنا عايز أجيب الدرجة، ولذلك ما الاتنين إيه؟ إجباري. يعني العلم في الإسلام ما وإرادة خلاص ما فيش التغيير ما اختياري فيش خلاص. حاجة اسمها اختيار. بس انا لو قال لي لا إرادة بغير اكتب فعل بس، يعني هو كده خلاص. نعم. يعني اعمل علامة بقى. طيب وضح بأسلوبك الفكرة الرئيسية التي تناولها الكاتب، أو الفكرة الرئيسة التي تناولها الكاتب في الفقرة السابقة. طبعا هيشرح اللي جه في الفقره والشرح بتاعه ياخد عليه الدرجه. ها، صعب ان الطالب يشرح يا استاذ صلاح؟ لا طبعا، يعني إن الإرادة لا يمكن أن تحدث بدون تغيير، والإرادة والتغيير يعتبران وجهان وجهان لعمله لعملة واحده. واحدة. لابد حتى نستطيع أن نغير في المجتمع أن يكون لدينا إرادة حتى تتغير أوجه الحياة المختلفة، والتغيير لا يأتي للمفرد ولكن يأتي للجماعة ويأتي للمجموع، ولابد وأحسن أن حاجة إن يكون إحنا نغيرها القيم، القيم التي لابد. والقيم تتغير بأن نختار لكل موقف معيار زي ما هو قال. تمام. طيب السؤال التالي يا أستاذ محسن بيقول لي: يجب أن نوحد في أذهاننا توحيدا تاما بين العام والخاص. علل. نعم. لأننا بما ورثناه من تقليد اجتماعي موروث في أشد الحرص على الخاص الأمور الخاصة وإهمال الأمور العامة. ولو قال لي دلل بمثال هقول له في اهتمام بالابن في المنزل، لكن المواطن العادي من الممكن ألا يهتم به. هو مديني أمثلة في الكتاب، برضو الطبيب مثلا عايز في أقول عيادته وفي نعم، المكتب وفي المستشفى. في مثال آخر للاهتمام بنظافة البيت من الداخل وإهمال نظافة الشارع. ده الكاتب كاتب الطبيب الذي يعتني بالمشفى بتاعته أو اللي هي العيادة. المستشفى الخاصة، العيادة بتاعته الخاصة، هو طبيب وبيمتلك مشروع استثمار، عامل مستشفى مهتم بها جدا. طب ما نفس الطبيب ده موجود في المستشفى مستشفى السكر. حكومي لا يهتم ده بعض طبعا عشان ما في ننزلوش بعض المستشفيات. او بعض الاطباء يعني، نعم ونجد ايضا يعني بعض المدرسين يهتمون باعمالهم الخاصه دون الاهتمام بالفصل. هو هذا الذي يتحدث عنه الكاتب، نعم، الاهتمام بالايه؟ بالخاص على حساب العام. لو كل واحد ده اهتم موروث بالايه؟ اجتماعي بقى. لو كل واحد اهتم بالعام مثل الخاص سيرتقي المجتمع. يعني نعم نظافه البيت، تخش تبقى خايف ان البيت بتاعك ومحدش يرمي ورقه ولا، وفي الشارع تجد بعض الناس برضو عشان حتى لا نظلم يلقون بالقمامه في الشارع ويهتمون بنظافه البيت. هذا هو الفرق بين الخاص والعام، ولو اهتم الفرد بالخاص مثل العام لا ما هو وحدنا ما بينهم من لارتقى المجتمع. معوقات التغيير يا استاذ صلاح. احنا عايزين نغير، اهتم بالايه؟ بالعام زي ما بهتم بالخاص. نعم. ههتم بالمستشفى الحكومي زي ما بهتم بالمستشفى الخاصة اللي أنا بادرها. نعم. ههتم بولاد الناس زي ما بهتم بولادي. يبقى هنا في الوقت ده التغيير هينجح. لكن إحنا في أزمة، هو بيشير إليها ضمنيا، أزمة قيم. وقال لي المفروض عشان أغير القيم. طب أغير القيم إزاي؟ أخلي لكل موقف سلوكي بيحصل في المجتمع معيار، أحكم من خلال المعيار ده على الموقف السلوكي بأنه نافع ولا ضار.
تمام. إذا حقق لي أكبر نفع وكرامة وقوة واستنارة لأكبر عدد من أفراد الشعب. تمام. بما تفسر عدم التعارض بين حرية الفرد ومشاركته للمجموع في رسم الأهداف؟ طبعا بعض الناس قال لك الإنسان إذا عمل في بمفرده يكون حرا، أما إذا عمل في وسط مجموعة هذه الحرية قد تتقيد في قدرته على رسم الأهداف. الكاتب اللي هو زكي نجيب محمود بيقول لك إن الإنسان أو الفرد يستطيع أن يعمل بمفرده بحرية، وإذا تواجد في وسط مجموعة من القواعد أو في وسط المجتمع يستطيع أن يعمل أيضا دون أن يخل ذلك بقدرته على العمل. وده لذلك أمثلة كتير. قال لك مثلا لعبة كرة القدم، اللاعب يستطيع أن يظهر مهاراته ويظهر قدراته ويلعب كما يشاء، وعلى الرغم من أنه في وسط مجموعة من القواعد التي وضعت في كرة القدم، يعني مثلا بتنظم اللعبة يعني ما قوانين يقدرش اللعب، يخرج عنها. قوانين اللعب، نعم، ولكن وحتى هذا لعب الشطرنج برضه. ولاعب الشطرنج أيضا لا يستطيع أن يبتكر آلاف الخطط، الكاتب ولكنه برضه في الصلاة هو ده سرع آلاف الخطط، ولكنه في نفس الوقت محدد ب يعني لعبة الشطرنج إنها لها قوانين محددة. وكاتب القصص أو كاتب الروايات أو كاتب المقال. القصيدة يعني الشاعر يستطيع أن يبدع قصائد ويستطيع أن يكتب روايات وقصص دون أن يخل بالقواعد اللغة العربية الموضوعة ولا من المنطق كمان، نعم لو التزم بقواعد المنطق، يعني هو عايز يقوله في الآخر أنت حر بس ما لم تضر، تمام بمعنى أنت حر بس يبقى الحرية بتاعتك دي في ضوء قواعد المجموعة اللي أنت أصلا مشارك في إيه؟ في وضعها، يبقى مفيش تعارض، نعم ده أنت مختارها أو أنت مؤمن بيها، ها؟ ولذلك ما بتجيش تمسك الكرة بإيدك في منطقة من المناطق داخل الملعب، ولا بتشوط الكرة في الحكم، ولا بتشوطها بره، ولا بتاخد نفسك وتقول أنا طالع مش لاعب معاك، لا ده في قواعد، برضو قواعد في لعبة الشطرنج. برضو أنا ككاتب لمقال أنا حر إن أنا أختار ألفاظي وعبارات والصياغة بتاعتي اللي أنا هجيبها والأسلوب بتاعي، يا خبر يا إنشاء يا أجمع بين الاتنين، بس في نفس الوقت أخلي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، وامشي على قواعد منطقية لأن أنا محبب. بخاطب عقلية، ما تنتقدنيش. تمام. كيف تجلى التطوير عند أحمد محرم في المدرسة الكلاسيكية الجديدة؟ كان فيه سؤال، يعني ابننا في اسكندرية على ما أظن أستاذ صلاح اسمه، على ما أظن مازن، فبيقول لي أنا الأدب، أنا علم علوم وبنسى الأدب بسرعة، فأنا عندي مشكلة في الأدب. قلت له يا حبيبي إحنا بنتبع عند الأستاذ صلاح طريقة اسمها تفهيم الأدب، مش إن أنا بنح مش إن إحنا بنحفظك الأدب. نعم. يعني أنا عايز أقول التطوير عند أحمد محرم في المدرسة الكلاسيكية هو طور إزاي؟ عمل حاجة اسمها الإلياذة الإسلامية. طورها إزاي؟ أخضع الشعر العربي. يعني إيه أخضعه؟ يعني خلى القصيدة العربي، خلى الشعر يعبر عن إيه؟ يعبر عن القصص تاريخ التاريخي الحماسي. زي بالظبط كده أنا عندي مساحة في البيت ما تقضيش إلا سرير واحد، بس انا عندي عيلين وما لهمش الا المكان ده، اعمل ايه؟ بخضع المكان ان يستوعب العيلين، اعمل سرير بدورين، اخلي السرير يبقى كبير شويه والاثنين يناموا مع بعض. فهو احمد محرم عمل عمليه اخضاع، لان هو عنده ايه؟ عنده قصص تاريخي حماسي. طب القصص التاريخي الحماسي ده انا عايز الشعر يتكلم عنه والقصيده تتكلم عنه، اخضع القصيدة العربية والشعر العربي ان يعبر عن القصص التاريخ الحماسي في المطولة بتاعته مجد الإسلام سنة 1933 اللي بيسميها البعض الإلياذة الإسلامية. الإسلام. يبقى الطلب هيحط قدامه حاجتين، قصص تاريخ حماسي وشعر عربي. طب هو طور يعني ايه؟ يعني خلى الشعر العربي يعبر عن القصص التاريخ الحماسي، قبل منه ما كانش حد بيعمل كده، يبقى هو اللي طور، خلى الايه الشعر العربي، خلى القصيده العربيه تعبر عن القصص التاريخي الحماسي، والدليل على كده مطولته مجد الاسلام او الالياذه الاسلاميه زي ما بيسميها البعض. طيب اجب عن الف او ب، ودي الطريقه اللي بيجي بيها الامتحان، ولكن احنا بنجيب عن كل الاسئله. دلل على ابتكار اصحاب الاتجاه الوجداني بعد الاحيائيين صيغه شعريه حديثه. ابتكروا صيغا شعرية حديثة، بقول لي دلل.
السؤال ده غير عادي يا أستاذ صلاح. نعم. ليه؟ عايز طالب فاهم، لأن هو لو عادي يقول له إيه مواصفات الصيغ الشعرية الجديدة عند أصحاب الاتجاه الوجدان، كده هيجاوبها على طول. لكن بقول له دلل على إن هم ابتكروا صيغ شعرية جديدة، إيه الدليل؟ الدليل من المواصفات بتاع الصيغ الشعرية. المواصفات دي فيها إيه؟ أول دليل إن الألفاظ اللي هم جابوها أصحاب الاتجاه الوجداني، عايز أقول التراث ممتزج بالعصرية. يعني إيه؟ يعني مزجين بين الماضي والحاضر، بين الأصالة والمعاصر. الألفاظ فيها إيحاءات ودلالات جديدة، يبقى هم جددوا كده صيغ شعرية، يعني الكلمة دي بتوحي بحاجة جديدة. إيه تاني؟ الحاجة اللي بعد كده إن عندهم صورة شعرية بتنتفع بالنظريات الجديدة في اللغة والأدب والفن والموسيقى، نظريات جديدة، يبقى هم مطورين وجايبين صيغ شعرية جديدة. زائد الصورة الفنية عندهم منطلقة من الوجدان، يعني نابعة من الوجدان، ما هم أصحاب اتجاه وجدان. يبقى أنا دللت بأن واحد أصحاب الاتجاه الوجداني ابتكروا صيغ شعرية جديدة بدليل إن التراث ممتزج بالإيه؟ بالمعاصرة، القديم ممتزج بالجديد، إن الألفاظ لها إيحاءات ودلالات جديدة بدليل إن الصورة الشعرية بتنتفع بالنظريات الجديدة في اللغة والأدب والفن والموسيقى، والصورة الفنية بتنطلق ومنبعها وأساسها الوجدان. طيب بما تفسر هروب شعراء الديوان من عالم الواقع إلى عالم الأوهام؟ هم هربوا من عالم الواقع إلى عالم الأحلام. معلش أنا بجري قدام فلان، ليه؟ مش قادر عليه؟ ليه؟ هو أقوى منه؟ يبقى في حاجة خلتهم يروحوا لعالم الأحلام ومش قادرين يواجهوا. يواجهوا مين؟ يواجهوا الأزمة الاستعمارية الخانقة اللي فرضها مين؟ الاحتلال البريطاني على مصر. يعني أقول إن هي بسبب الاحتلال البريطاني، تمام، بسبب الاستعمار، بسبب الاستعمار ده ضاغط على الأمة العربية وعايز يحطم الشخصية العربية وفارض مثلث الفقر والجهل والمرض، ويعني مضيع الدنيا تماما. هم مش قادرين يواجهوا هذه الأزمة الاستعمارية، يعملوا إيه؟ يهربوا من عالم الواقع إلى عالم الأحلام. والخير. ليه؟ لأن هم مش قادرين يواجهوا الأزمة الاستعمارية. هيعملوا إيه بعد كده؟ وده سؤال تاني خالص. هيهربوا للطبيعة. تمام. يبسونا فيها، يبسونا فيها. الله ينور عليك الصلاة. هربوا للطبيعة ليه؟ عشان يبصم، يعني يقولوا من خلالها. يبص ضدها يكتم. يقولوا للطبيعة إيه؟ آمالهم. يبسوا فيها وآلامهم الضائعة. تمام. أو آلامهم وأملهم اللي ضاعت. طب إيه أملهم اللي ضاع؟ حرية الوطن. استعمار. لأن الوطن غالي على كل نفس محبة لتراب هذا البلد. علل القصة القصيرة ليست اختصارا لقصة طويلة أو للرواية. طبعا لأن القصة القصيرة، عشان جه سؤال قبل كده، هل القصة القصيرة تعتبر اختصار للرواية؟ طبعا لأ، لأن القصة القصيرة عمل قائم بذاته، القصة القصيرة عمل فني قائم بذاته لا علاقة له إطلاقا بالقصة بالرواية. نعم. وكما قال الكاتب الأمريكي إدجار ألان بو أن القصة القصيرة عمل لا يمكن لا يمكن حس منه عبارة أو كلمة، فإذا حذفت كلمة أو عبارة يختل البناء الفني، يختل البناء الفني للقصة القصيرة. إذن الرواية على عكسها، الرواية ممكن أن تحذف عبارات وممكن تحذف فصول دون أن يخل بالعمل القصصي ككل. أما القصة القصيرة لا يمكن أن تحذف كلمة واحدة، لأن القصة القصيرة تعتبر عمل فني قائم بذاته. نعم. لا يمكن أن نحذف منه كلمة أو عبارة. طيب الصراع الذي يدور حول فكرة المسرحية، آخر سؤال في الأدب، لا يتبرور عن طريق سرد الأحداث أو روايتها مجردة. طبعا بيقول الفكرة بتاع المسرحية، لو أنا جبت الفكرة بتاع المسرحية اللي هي بتبقى جاية فين يا أستاذ صلاح؟ بتبقى جاية عن طريق الجمل الحوارية اللي على ألسنة الشخصيات. لو أنا جبت الفكرة بتاع المسرحية عبارة عن سرد، نعم، يعني حاجة حصلت وراها، حاجة حصلت، فلان نعم راح سوى جاب
انتقل لمكان كذا، عمل كذا. طب ما شخص ممكن يتكلم الكلام ده، يقول لك لا، سرد الأحداث أو رواية الأحداث مجردة بدون حاجة إلى الحوار ما بين الشخصيات، ده ما بيحققش المتعة والفايدة. فالصراع بيجي منين؟ من اختلاف الآراء ما بين الشخصيات. فالصراع بيدور حول فكرة المسرحية لا يتبلور، يعني لا يتضح عن طريق سرد الأحداث أو روايتها مجردة. هنقول وذلك لأن سرد الأحداث ورواية الأحداث مجردة ده بيعمل بعد عن إحداث المتعة والفائدة للمتلقي، فلا بد من الصراع أن يكون قائما على الحوار ما بين الشخصيات، مش إن أنا بجيب فكرة بتبقى سرد الأحداث، يعني واحد بس اللي يتكلم. لا، ما ينفعش واحد بس اللي يتكلم، لأن جمل حوارية الفعل ورد الفعل، أو اللي بنسميها أكشن ورياكشن، اللي بنسميها جمل بتتقال على خشبة المسرح، مين اللي بيقولها؟ الشخصيات، وكل شخصية بتتكلم حسب الطبيعة بتاعتها وطبيعة الموقف ومدى بلاغة الشخص المتحدث وفصاحته. تمام. الإجابة في اختصار شديد، لأن فكرة المسرحية لو جاية عن طريق سرد الأحداث والرواية بتاعتها مجردة، ده مش هيتحقق الصراع، لأن لابد للصراع من الجمل الحوارية عشان تعمل متعة وعشان تعمل فائدة. ده في أدب المسرحية. طب كده احنا انتهينا من الأدب وانتهينا من القراءة وانتهينا من القصة. نخرج الطلاب الأعزاء إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما بدأنا. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء، نستكمل معا ما بدأناه، ومعنا الآن البلاغة بعد انتهينا من القراءة والقصة والأدب، وبين أيدينا أبيات عن القدس. تفضل يا أستاذ. صالح جودة وهو من شعراء مدرسة أبولو يقول: سترجع القدس إلى أهلها، سترجع القدس إلى أهلها مجلوة بالمجد والسؤدد، والمسجد الأقصى إلى ربه يزخر بالركع والسجد، ستشرق الشمس على أمة لغير وجه الله لم تسجد. طبعا أبيات واضحة وجميلة نعم. للشاعر، رؤية وعاطفة صادقة وضحهما مبينا أثرهما في اختيار الألفاظ. طبعا رؤية الشاعر، طبعا احنا السؤال ده بيتكرر بنسبة كبيرة جدا في الامتحانات. سريعا بقول ايه العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ طبعا العاطفة المسيطرة على الشاعر هي حبه وافتخاره هي الحب والافتخار بالقدس. ولو قال حب وافتخار بالأمة العربية. تمام صح. نعم. وقد جاءت الرؤية او الافكار، لان هو بيتكلم عن بيتكلم الرؤية، عن الرؤية، عن الفكر. قد جاءت الفكرة ملائمة لها، حيث يقول أن القدس ستعود مهما حدث، وسيعود المسجد الأقصى والذي يمتلئ بالراكعين والساجدين، وستشرق الشمس يوما ما على تلك الأمة التي لم ترقع لغير الله. وقد جاءت الألفاظ أيضا ملائمة لعاطفة عشان الحب. هو كده بيقول وضحهما مبينا أثرهما في اختيار الألفاظ. هنقول الألفاظ. وقد جاءت الألفاظ ملائمة لعاطفة الحب والافتخار. الطالب يعمل ايه يا أستاذ صلاح عشان هنجيب يختار بعض الألفاظ؟ الألفاظ أيضا نعم. بعد الأفكار، زي مثلا كلمة السؤدد. السؤدد هي الشرف، وتوحي نعم. بالشرف والعزة. خد بالك الألفاظ التي ستأتي بها عزيز الطالب، قد تأتي أنت بها وغيرك يأتي بألفاظ أخرى، ولكن الجميع صواب، لأن الألفاظ يعني ممكن يعني طالب تكون يقول مجلوه، ملائمة وطالب يقول للعاطفة، المجد، وطالب يقول السؤدد. وطالب يقول سترجع، وهو تمام. يعني واحد بكلمة وطالب يقول سترجع. ستشرق. تمام. و نعم. مثلا لم تسجد، وهي كلها ألفاظ تدل على الحب العاطف. والإعجاب والعزة للوطن العربي. طيب وضح نوع الخيال وسر جماله في لغير وجه الله لم تسجد. طبعا هنا كناية، كناية عن عزة الأمة العزة العربية. والكرامة، وطبعا ما ينساش الطالب يقول سر جمال الكناية يا أستاذ صلاح. الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. نعم. طبعا ما قيمة تنكير كلمة أمة، أمة هنا للتعظيم، تمام. يعرفها ازاي الطالب ان من هي الجملة طبعا. من الجملة عشان نكرة محببة لنفس الشاعر. طيب وما العلاقة بين الكلمات؟ طبعا المسجد بيبقى فيه الركع وفيه السجود، والركع السجود موجودين في المسجد، يبقى ده ممكن اقول مراعاة مراعاة نظير يحرك الذهن. الذهن. تمام.
السؤال التالي في نص لمحات من حياة العقاد، وهو نص نثري، بيقول السؤال يا أستاذ محسن: وفي ملتقى الحياتين نشأ العقاد، فتح عينه على الفتاة الباريسية والليدي الإنجليزية، ثم المرأة الأسوانية المحجبة، حتى لا يعجز المرء أن يعرف أمه في الطريق، وهو وإن لم يعطي هذا النقيب أهمية في طفولته، إلا أنه قد لمسه الآن وملأ عليه إحساسه، فقد منحه بسطة في الأفق، كما أعطاه قابلية الإحساس بسعة الحياة، وطبعه على الاستعداد للتقابل وعدم الإحساس بالتنافر. بص، أنا يعني السؤال بتاع لمحات من حياة العقاد سؤال جميل. ليه؟ أنا دايما أقول لو السؤال ده جه، معظم الأسئلة اللي بعد المعاني أو كلها تقريبا أسئلة تقدر تجاوبها وتتعامل مع القطعة دي على أنها يعني قطعة بلاغية نثرية. قطعة بلاغية نثرية، يعني هو بس المعاني اللي جايبها، وبعد كده كل الكلمة اللي جاي بعدها، الا لو جه سؤال في التعليق بعد كده كمان، كل الاسئله اللي جايه 27 28 29 اسئله بلاغيه تستطيع ان تجاوب عنها اذا كنت متقنا للبلاغه. طيب، مقابل يعجز، وهي طبعا هي يعجز يعني يصعب، نعم، يبقى ضدها يسهل عليه. نعم. طب لو واحد قال حتى ليعجز المرء، يبقى لو حد كتب يقدر يستطيع يعني او يستطيع. او يستطيع، هو تمام. السياق الادق فيه يعجز يعني يصعب على الفرد يعني ان يعرف والدته في الطريق، يبقى يسهل دي ادق. اي بس ده لو جاب لي لو اختيارات. لكن هو انا عايز اقول لو قال لي يعجز، ده هو العجز ضد القدره، نعم، يبقى خلاص. المعنى صحيح. طيب، معنى بسطة في الافق، او يعني بسطة في الافق يعني زياده واسعه، اتساع، يعني لو حد قال لي نعم اتساع، صح، اتساع. جمع الحياه حيوات، تمام، طبعا صح. وضح نوع الخيال في حتى ليعجز المرء أن يعرف أمه في الطريق، طبعا هنا إيه؟ كناية كناية عن برضه. مبالغة المرأة الأسوانية في التخفي نعم. والالتفاف في العباءة السوداء أو الملاية اللف اللي احنا كنا بنقول عليها زمان يا أستاذ صلاح، وسر جمال في الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. طيب، السؤال الثاني: ما مصدر الموسيقى في الجمل التي تحتها خط في الفكرة السابقة؟ طبعا هنا ما فيش ولا، فقد منحه بسطة في الأفق كما أعطاه قابلية يعني الإحساس بسعة تساوي الحياة. الجمل النثرية ده هيبقى ازدواج مصدره ازدواج، هيعطي إيقاعا نغميا موسيقى، موسيقيا يطرب الأذن. طبعا هنا ما فيش طبعا سجع، لأن نهاية الجمل مش زي بعضها، باين إن في ازدواج يعطي جرسا موسيقيا. نعم، هات من الفكرة السابقة أسلوب قصر، طبعا احنا عندنا اساليب القصر عشان افكرك، نعم، انما والنفي والاستثناء وتقديم محقه التاخير وتعريف المبتدا والخبر والعطف ببل ولكن ولا. طيب، هنا فين ال هو اسلوب بيقول القصر؟ يعني لو رجعت للفقرة مرة أخرى وعرضتها على الشاشة يا أستاذ صلاح، نعم، موجود بيقول إيه؟ وهو وإن لم يعطي هذا النقيض أهمية في طفولته، إن لم يعطي، إلا أنه، شوف النفي والاستثناء، إلا أنه قد لمسه الآن، لم لمسه إلا الآن وملأ عليه إحساسه، ويبقى النفي والاستثناء ده أسلوب قصر، يفيد ده الأداة التوكيد النفي والتخصيص. والاستثناء، وطبعا يفيد التوكيد والتخصيص. تمام. أجب عن ألف أو ب: بما تتميز لغة هذا المقال؟ طبعا لغة المقال بتتميز بالسهولة، بالوضوح، بالبعد عن التكلف في استخدام المحسنات البديعية. تمام. ما نوع هذا المقال وما الذي طبعا يوضحه؟ هو مقال أدبي يا أستاذ صلاح، وبيوضح شخصية من ممكن نقول شخصية. مقال تصويري كمان، يعني تصويري، تمام لأنه بيتحدث عن شخصية. تمام. طيب، ومقال أدبي ده بيوضح شخصية من الشخصيات اللي لها باع طويل في الفكر والأدب، اللي هي شخصية العقاد. طيب، مهما، طبعا من نص أهواك يا وطني: مهما تمادى الليل نحصده، وبكل غضبتنا نبدده، ونرد فجرك من يد المحن، متألقا كالشمس فوق الكون يا وطني. طبعا تمادى يعني استمر، مضاد متألقا، متألقا يعني لامعا، يبقى المضاد خابيا يعني الضوء بتاعه ضعيف،
الأسطر السابقة تحمل إصرارا وعزما، وضح ذلك بأسلوبك. يبقى طيب هنا شرح يريد أن الأبيات طبعا، يشرح شرح الأبيات آه طبعا. هذه السطور الشعرية أو هذا المقطع، يعني الطالب يعني يقوم بشرحه. وضح الخيال في فجرك مبينا قيمته الفنية. طبعا هنا ده هنا شبه أفكر في حاجة الحضارة من اتنين يا أستاذ والفن، صلاح. لا إما استعارة تصريحية لا إما مجاز، لأن هي كلمة واحدة. وهنا طبعا استعارة تصريحية، شبه حضارة بالفجر، شبه التقدم بالفجر. طب لو قلت شبه الحرية بالفجر، تمام صح يبقى طبعا، ولو قلت قيمته الفنية يوحي بالأمل. يوحي بالأمل، يوحي بالقدرة، يوحي نعم، بالتقدم، بالازدهار، ده كله صح. طيب لأن دي كلها أشياء مصاحبة لظهور الفجر. وضح نوع الأسلوب في قوله يا وطني. طبعا طبعا سؤال سهل جدا، إنشاء آه نداء غرضه التعظيم. تقصي مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي، راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرن شاعهن بنقص. طيب قبل ما ناخد الأسئلة، معانا أول اتصال النهاردة أستاذ محسن، معانا اتفضل. إسراء من بني سويف. السلام عليكم، ازيك يا إسراء؟ ازيك يا مصطفى؟ عاملة إيه؟ تمام الحمد لله، كل المستقبل سنة وأنت مستنى طيبة يا عليك. إسراء. حضرتك طيب؟ ربنا يطمنا عليك. أمور يا إسراء، معلش عندي سؤال. ده اتفضلي. الكنيسة نور نعم بيقول يروح ويسرح كثيفا على سطح الماء. نعم بين يروح ويسرح، يروح ويسرح كثيفا على سطح الماء، الفقرة يعني. يراه بين ويسرح، يروح ويسرح. يراه الجملة يراه، مليني كده يا إسراء، يراه تاني كده يا إسراء. بين يروح يروح لا يروح، قولي الجملة، قولي الجملة قبل كده. يروح ويسرح كثيفا على سطح الماء. يروح ويسرح كثيفا على سطح الماء. يروح آه. ويسرح كثيفا على سطح الماء، على بين سطح يروح ويسرح، يروح ويسرح بينهم طبق. ده الدخان، ده الدخان الصاعد. طبق بين يروح ويسرح. ايوه طبق ولا ايه؟ طبق، ترادف، جناس، سجع. لا هو ترادف يا ترادف يا اسراء. طب مرادف يروح بقى، يتنقل، يمشي، يتردد، يذهب. تاني كده، تاني كده. يروح، مرادف يروح، يتنقل، يمشي، يتنقل، يتردد، يذهب. واحدة واحدة بعد إذنك. المرادف واحدة واحدة، يتنقل، يروح، يتنقل، يمشي، 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 يتردد، يتردد، يذهب. انت جايب السؤال من كتاب خارجي مش كده يا اسراء؟ ما هو دايما الكتب الخارجيه في بعض الاحيان كده بتبقى لان هنا في يعني كلمات ليها نفس الايه؟ الدخان بيروح. ما هقولش يمشي وما هقولش يتردد ولا يذهب، هو يتنقل. اقرب حاجه يتنقل، بس يعني يعني هي ما تجوش. ابعدي يا اسراء الله يبارك لك عن بس اسمعي، عشان هي برضه كده اللي بتبقى عندك دي. هي يتنقل ويسرح، ما الاثنين بمعنى واحد، عشان كده في بينهم ترادف. يا عندك اسئله تانية يا اسراء؟ مضاد يروح، مضاد بهلا. طيب يغدو، يغدو، المضاد، يتنقل، يغادر، ينفر. ده بتكلم نفسها دي. يروح، يروح، ياخدوا، مضاد، ياخدوا، ياخدوا واحدة واحدة. ها ياخدوا، يتنقل، إذا كان يتنقل معناها يتنقل. ها يغادر، يغادر، ينصرف، 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 كلما غدا أو راح. يبقى يروح يضاه ياخدوا. طيب حاجة تانية يا إسراء. هو معناه إيه بقى المعنى نفسه؟ كلمة إيه؟ اللي يروح ما هو يروح اللي الدخان يعني يتنقل، يعني ينطلق الدخان. المعنى يروح ويسرح يعني ينطلق الدخان كثيفا كثيرا. بيتنقل الماء. من حيز الى حيز. ها عندك اسئله تانية؟ ايوه معلش، انا عماله مجرسومي يعني عليك. سؤال واحد كده بعد اذنك عشان ايه قدامنا لسه النموذج. عشان غيرك يا اسراء. ها يلا يا بنتي. مسارعة الصحابة لتحرير عبيدهم، مصارعة، مصارعة الصحابة
لتحرير العبيد. العبيد ده قيم إنسانية. هو قيم إنسانية، دليل على رفعتهم للرسول ولا حبهم للدين. ما ده السؤال احنا عرضناه في الحلقة الماضية، وده سؤال غير دقيق. دليل على ايه؟ على طاعتهم للرسول، للرسول حبهم ولا للدين، حبهم للدين ها ولا تدينهم. طب ولا كل تدينهم صح. انا رايي كله صح، كل صواب. طب ولا كرههم، في عندك كرههم للعبوديه صح؟ ها العبوديه عارفه انا رايي كله صواب، كل الاجابات صح، ولذلك ما تلجئيش للايه، للمصادر اللي فيها الاسئله. هتيجي يعني في الاختياري اسهل يعني واضحه اكتر من كده. ده بسميه ضياع. ها حاجه تانية يا اسراء؟ والا ضياع بسميه ضياع. ان اسمك ايه؟ اسراء من بني سويف، مش كده؟ ضياع يعني مش عارفين يحطوا السؤال صح. ايوه صح. انت رايك ايه اسراء؟ واحده واحده. عايزين يعقدونا. لا لا مفيش تعقيد ان شاء الله. لا مفيش تعقيد ان شاء الله، بس احنا الاسئله هتيجي اوضح من كده. الاسئله اللي من هذا النوع. حبهم للدين. ايه؟ حبهم للدين. طب ما هو كله صح. طب ما ممكن يكون حبهم للرسول برضو يا ما هو معلش، هم سرعوا لتحرير العبيد، يبقى عشان الرسول قال لهم حرروا العبيد، وعشان هم بيحبوا الدين والدين وكرههم للعبوديه برضه، لتحرير العبيد وتدينهم يعني تمسكهم بالدين وكرههم للعبوديه، كل ده واحد. ولذلك في سنه من السنين يا استاذ صلاح قال لك تقبل اي اجابه لها اساس علم. ايوه ماشي، في سنه من السنين في الاختيارات، وكان الاختيارات كلها صح. فاكر يا استاذ صلاح الحرب الناشبه؟ قال لك النافذه، ده في قصه ثانيه سنه واما ثانيه سنه، وكانت ايه يعني جزء من الثانويه العام، الناشبه ولا المخترقه ولا النافذه ولا الماضيه، كلمة اجعل انبساطك كان مواصلتك ولا كده، كان الحزنة. كله صح، كله صح، بس يعني دي بتبقى قليله لما بتبقى نجيب اختيارات ليلة. صح يعني هي بتبقى قليله يا اسراء، عشان ما نحسبش الكلام كده يجي لك على نفس الوتير. لا ده اللي حاطط الامتحان بيبقى مدرب تدريب. لا يعني ان شاء الله كبير. مش هديلك اختيار، يعني الاختيار هيكون يعني الاجابه بتاعت الاختيار واضحه يا اسراء. عندك اسئله تانية؟ انا عندي حاجه بسيطه بس. اتفضل. في رمضان ان شاء الله انا يعني اللي هو اللي قبل المغرب ده انا بتفصل فيه، فالمفروض ان انا ان شاء الله كده هنام. خدي بالك بس ان انت هتمتحني قبل الفطار، اكيد هتبقي صايمه يعني، فلازم تاخدي على ان انت تذاكري برضو قبل الفطار يعني. ما تعتقديش اعتقاد انك هتبقي فاصله في الوقت ده. ما تديش ايحاء لنفسك بكده. انا عايزك تبقي مريحه بس ذهنيا، تبقي نايمه كويس عشان ما تهنجيش، عشان تركزي. ممكن انت الوقت اللي هو من العصر لغايه المغرب ده قمه التركيز طالما ان انت مريحه فيه. لكن لو عايزه تنامي بننصحك ما تناميش بعد العصر. ماشي، وما تناميش بعد الفجر مباشره. عندنا اول سؤال في غربه وحنين يا استاذ محسن، الاسلوب في راهب في الضلوع فيه تضاد ولا قصر ولا اطناب ولا ايجاز؟ طبعا ده ايجاز بحذف المبتدا استاذ صلاح. اصلها قلبي إيه؟ راهب. اصلها قلبي راهب. نوع الصوره الخياليه في الليالي تقصي، طبعا استعاره مكنيه ولا استعاره صريحه ولا كنايه ولا تشبيه؟ دي استعاره مكنيه. تمام. طب الطالب اللي يقول لي ان هي يا استاذ صلاح ايه تشبيه، اقول له ايه؟ قول له لا، هو هنا المشبه به مش موجود، شبه الليالي يعني بالإنسان يقصي. تمام. أنا زي ما علمتك الليالي موجودة والإنسان مش موجودة، استعارة مكنية. تعكس الأبيات السابقة معاناة وألما، وضح ذلك بأسلوب معنى كده أن الطالب هيشرح. طيب علل. يتسم أسلوب شوقي بالبيانية. طبعا يعني أسلوب إيه بيانية يا أستاذ صلاح؟ البيانية يعني قصرة الصور الخيالية. دي بتدي حيوية وتأثير؟ نعم، بتعمل اندماج وامتزاج بيؤدي إلى يعني تشويق، نقل الـ 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 المشاعر والافكار. لان نعم. مهمه الخيال ايه؟ مهمه الخيال ان ينقل فكر الشاعر والعاطفه بتاعته. طب لو واحد كمان كتب لي يبتسم اسلوب شوقي بالبيانيه لانه يعني يريد عن طريق البيانيه وقصره الصور ان تصل لنا المعاني والالفاظ التي يريد والافكار التي يريد ان يوصلها الينا، وجاب لي بعض الصور كمان يا استاذ محسن. ده يعني انا رايي لو هو قال الايه الافكار اللي هو عايز يوصلها، ما هو بيلجا للخيال ليه؟ عشان يوصل لي فكرته، وجاب لي صور كمان مشاعره. انا شايف ان تساهلا كده ان طالب فاهم. طيب جرد شوقي من نفسه شخصين يخاطبهما، علل. هو جرد من نفس الشخصين عشان يسوق تداعياته النفسيه وخواطره الشعرية. عايز يقول لنا اللي في قلبه ايه واللي في فكره وفي ذهنه ايه. تمام.
طيب قبل ما ندخل بقى للعمود الفقري للغة العربية وهو النحو، معنا مارينا من سوهاج. مساء الخير يا مارينا. طيبين. انت طيبة يا مارينا، ربنا يخليكي، شكرا ليكي. معايا شوية أسئلة. اتفضلي شوية يعني انطقي أهمهم. يعني ثلاث أسئلة كده، أنا عايز ثلاث أسئلة فقط. أصعب ثلاث أسئلة عندك عشان النحو كده نقدر نحله معاك. قولي. حاضر. أول حاجة في النحو. بيقول بدأنا نخوض. بدأنا معركة السلام. نخوض نعم. معركة. السؤال ايه؟ هنا في كلمة، يعني اعرف كلمة قطرة بس لسه ما اقول الجملة، يعني اعرب ايه؟ طب كملي. كلمة قطرة. بدأنا نخوض. اكثر خطرا باين، هي كانت تمييز باقل خطرا. اقل يا مارينا. باقل خطرا، يبقى خطرا دي تمييز. ايوه ليه؟ لان النكره المنصوبه بعد وزن افعل هعربها تمييز. النكره المنصوبه بعد وزن افعل تمييز. طب السؤال الثاني؟ في سؤال ثاني بيقول بتاع اللغه ابو ريحان البيروني. ابو ريحان البيروني؟ تمام. اتفضل. في ايه؟ في هنا بيقول لك مفرد. مفرد؟ ايه اساطير. اسطوره. ده في امتحان السودان. تمام. امتحان السودان احنا حليناه هنا اسطوره اساطير، وكان جايب لك بعض الاختيارات هي اسطوره. ما انا عارفه، بس هنا برضه جايب لي في كتاب تاني، هنا بيقول لي الاجابه اسطور ولا اسطوره ولا اسطيره ولا كل ما سبق. لا هي اسطوره فقط. اسطوره يا بنتي. ففي الاخر هو قال لي كل ما سبق. لا هو غلط، هو غلط. معلش معلش، يعني لو كان كاتب كده بس. خلاص. بس السؤال الثالث يا مارين. يا مارين السؤال هنا في القصه. نعم في القصه. هنا بيقول علل. علل. لم يكن أول أستاذ للصبي. لم يكن أول أستاذ للصبي. أستاذ للصبي. مجددا. مجددا خالصا. أيوة. ولا محافظا خالصا. ولا محافظا خالص. في طريقة تعليم للطلاب. خالصا في طريقة تعليم للطلاب. ده آخر سؤال عندك يا مارينا طبعا عشان نحل النحو بعد إذنك، الله يبارك لك. الأستاذ ده بتاع الفقه والنحو ما كانش مجدد خالص ولا محافظ خالص، لأن تعاليم الأستاذ الإمام الشيخ الإمام محمد عبده لم تنفذ إلى أعماقه، لأن الشيخ الإمام محمد عبده كان محافظا ومجددا، محافظ على المناهج بتاع الأزهر، لكن كان مجدد في أنه يأخذ هذه المناهج من كتب أخرى غير الكتب الموجودة في الأزهر. فطبعا هذه التعاليم التي كانت للشيخ الإمام محمد عبده لم تنفذ إلى أعماقه، فلم يكن مجددا خالصا ولا محافظا خالصا، لم يجمع ما بين الاثنين. نقرأ القطعة عز محسن بتاع اللي هي بداية النحو، بعد كده ناخد الاتصال اللي معانا. اتفضل. من الحقوق التي أكدها الإسلام حق الطريق، وهو متمثل في رد السلام وإماطة الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل نحن ملتزمون بها؟ هذا ما يجب أن نسعى لتحقيقه. إننا نعيش جميعا في مجتمع واحد، وما يفعله البعض من مضايقات أو تلويث أو تخريب يعود جميعه بالضرر علينا، ومن ثم كان لزاما أن ننشر ثقافة الحفاظ على حق الطريق أينما كنا. تمام. أعرب كلمة حق. قبل ما نبدأ الإعراب معانا اتصال، معانا مي من القاهرة. السلام عليكم، ازيك يا مي؟ عليكم السلام، ازيك يا مستر؟ كل سنة وانت طيبة يا مي. حضرتك طيب. أمور يا مي. بعد إذنك أنا عندي سؤال في النصوص، بتلخبط بس إمتى أقول إن التنكير يبقى يفيد العموم والشمول، وإمتى يفيد التعظيم؟ طيب، هو لسه أستاذ محسن بيقول لك إن لما تكون النكرة شيء محبب إلى النفس يبقى تفيد التعظيم. إنما إذا تحدثت عن أمر، يعني أريد أن أتحدث عن أمر شامل كامل أو عام، تفيد الشمول والعموم. يعني من سياق الجملة يا مي أقدر أعرف إن كانت الكلمة للشمول والعموم ولا للتعظيم. شكرا. عندك أسئلة تانية؟ يعني أمة اللي جات لنا من شوية دي أكيد بيتكلم عن الأمة العربية، فالأمة العربية بيحبها يبقى هيعظم. هي هنا ما بيقولش شمول وعموم، يعني هو يريد شمول وعموم، يعني محتاج حاجة محددة هي الأمة، لكن الأمة هنا بيعظمها. هي ممكن كمان تيجي للتحقير على فكرة،
لو هي يتحدث عن امر حاجه بكرهها يعني بيحقره فيبقى للتحقيق. تمام يا مي؟ ثواني حضرتك، مش الام دي حاجه كامله يعني شامله كده؟ نعم نعم، يعني مش الام دي حاجه شامله، المفروض انها تبقى عموم وشمول برضو. لا ده هو بيتكلم عن الامه العربيه، هو مش اي امه، ده هو حددها كمان. يعني هو بيتكلم عن الامه العربيه لانه بيتكلم عن القدس، فهو محدد هي مش اي امه. لكن هو هنا المقصود بامه نكره مش للعموم والشمول، لان احنا عارفين هو بيتكلم عن مين، هو بيتكلم عن الامه العربيه، فهي هنا للتعظيم فقط. تمام، شكرا. العفو يا مي، تحت امرك. من الحقوق التي اكدها الاسلام حق الطريق. دايما بقول للطلاب ان الممتحن بيحب دي جدا، اللي هي ايه؟ انا دايما خليني، طب نمشي زي ما احنا معلمك في الاعراب، يعني باخد اقرب جمله للكلمه اللي عندي. من الحقوق التي اكدها الاسلام حق، من الحقوق حق. هو انا اقدر ابدا يا استاذ صلاح بحق الطريق كده واقول حق الطريق من الحقوق التي اكدها الاسلام؟ اقدر ابدا؟ اقدر ابدا، والجمله طالما بادئه بجار ومجرور يبقى حط لي خط تحت ايه؟ المبتدا المؤخر. المبتدا المؤخر، وعشان حق. يعني اتاكد ان الاجابه بتاعتي صحيحه هقول حق الطريق من الحقوق التي اكدها الاسلام، وبكده ان حق دي مبتدا مؤخر جوازا لانه معرفه. نعم تمام. ومن الحقوق شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. طيب معانا حسام من اسيوط. السلام عليكم، ازيك يا حسام؟ السلام عليكم وبركاته. ازيك يا استاذ صلاح؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، ربنا يبارك فيك. امر يا حسام. عاوز اشارك. تشارك؟ طب اعرف يا حسام اننا نعيش جميعا في مجتمع جميعاً واحد. حال. طب ايش عرفك انها حال يا حسام؟ ليه ما قلتش توكيد معنوي مثلا؟ ما فيهاش ضمير. طب لو انا قلت جميع برضه هتبقى حال؟ لا. امال تعرف ايه؟ جميع؟ يعني ما يقول لك يعيش جميع المصريين في موده، يعيش جميع. اعرف جميع ايه؟ فعل. تمام، برافو عليك. طيب في مجتمع واحد يا استاذ، واحد هتبقى نعت. نعت ماله؟ طب معلش يا بعد اذن الاستاذ صلاح، ليه ما قلتش يا حسام ان واحد مضاف اليه؟ ما هو كتير من الطلبه يقول لك في مجتمع جر ومجرور، يبقى بعد الجر والمجرور مضاف اليه. انت يعني اجابتك صحيحه يا حسام، لكن لا تمييز لهم، يب ونعت ملياش دعوه. لا انا بتكلم على ايه، ليه ما قلتش مضاف اليه؟ اصلا بتوصف مجتمع. بتوصف مجتمع، يبقى انت بكده بتتعلم الاعراب عن طريق المعنى. وزي ما احنا قلنا انا استاذ محسن هنا، نكره ونكره لا يجوز ان ندخل بينهما الف ولام، يبقى الكلمه الثانيه نعم. شفت الاستاذ صلاح ساعه ما قال لك لو جالك نكرتين وطلعتهم بره القطعه ودخلت للنكره الثانيه الف ولام ولقيتها بتقبلها، ها تبقى النكره الثانيه مضاف اليه. طيب حسام احنا متشكرين ليك، عشان بس انه لو في اسئله للطلاب احنا بنتناولها مع بعض. شكرا ليك يا حسام وكل سنه وانت طيب. استاذ محسن، او تخريب يعود جميعه. هو لو انا يعني انت لسه هو قال لك عشان جربت الخطا يا استاذ صلاح كده قلت جميعه، يبقى توكيد. ده توكيد. يعود جميعه، ما هو معاها ضمير. ها انا اقول جميع اقول لك بس ملهاش مؤكد. ها مفيش مؤكد. هو المؤكد ما ينفعش يجي مستتر يا استاذ محسن؟ لا انا توكيد للضمير المستتر ماشي، يبقى بس ايه، يؤكد الضمير المستتر بالضمير المنفصل المناسب له. يعني اصل انا دايما اقول للطالب يا استاذ محسن في حاجتين يخليني اعرف ان هو توكيد، انه في ضمير اذا حذف ما ياثرش في المعنى. طب ما هو هنا لو اتحذف لا يؤثر. لا بس انا هقول لك على حاجه، المعنى هو اللي يتدخل. مين اللي بيعود؟ مين يعود اللي بيعود بالضرر علينا؟ لا أو مين اللي هيعود؟ جميعه، يعني جميع التلويث والتخريب. ما هو مش ممكن تكون جميعه دي تعود على تخريب؟ ما هي بتعود على التخريب والتلويث الاثنين، لان المعطوف طيب. والمعطوف عليه كالشيء الواحد. طيب يبقى يعود بس جميعه. جميع مين اللي هيعود؟ يعود هو جميعه. لا ما ينفعش اقول يعود هو جميعه، لا ده جميع التلويث والتخريب، الضمير الهاء عايد على التلويث والتخريب، اذا ما قبل الضمير هو اللي فاعل. معانا نهى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نهى؟ الحمد لله كل عام وانتم صحيحين بخير. وانت بخير، ربنا يبارك فيك. يا ربنا يبارك لك يا نهى. يا استاذ صلاح اموري.
بالنسبه للنصوص النسائيه احنا نلفظه بالبخاري حفظه ونحفظ النسائي كله. لا انا مش سامعك كويس يا نهى. النصوص النسائيه. نعم. ايوه ايوه. هنلتزمه بالمفروض نحفظه ولا نحفظ النسائي كله؟ لا تحفظي تحفظي الجزء اللي بيقول لك احفظيه، يعني التكافل الاجتماعي في الاسلام في جزء حفظ. انما الكنيسه يعني نورت ولمحات من حياه العقاد دراسه. دراسه. اه يعني لا اصل في يعني جزء معين من الناس اللي نحفظه ونحفظ النص كله. انت سامعني؟ انا مش سامع حاجه. تاني كده يا نهى، انا بقول لك ايه الحفظ اللي المفروض تحفظيه؟ يعني جزء معين من الناس مثلا في مطلوب حفظه ولا نحفظ النص كله؟ لا لا ده الجزء الاخير في نص التكافل الاجتماعي في الاسلام اخر فقره يا نعم. نهى. والكنيسه نورت ولمحات من حياه العقاد دراسه ما تحفظيش منهم ولا سطر. ها يا نهى. طب ومعايا سؤال في القصه. اتفضلي. قولي اتفضلي. الى ما تدعو دراسه الادب؟ الى الحريه والاسراف يا نهى. ماشي شكرا. شكر الله لك. عودة إلى القطعة مرة أخرى. استخرج كان تم وكان الناقص. أنا بعرفهم إزاي كان الناقصة والتم دي والصلاة. كان الناقصة لابد أن يكون لها اسم وخبر. نعم. اسم وخبر. يعني هي ليه ناقصة؟ لأن ملهاش فاعل. أنا بقول عليها ناقصة هو الفعل التام اللي بيبقى ليه فاعل. أما كان الناقصة التي ليس لها فاعل ولها اسم وخبر. يعني أنا لما أقول دلوقتي أما كانت تامة هي التي تكتفي بالفاعل فقط ولا يعني تحتاج يعني أنا يا أستاذ صلاح يعني شوف كده ولا تحتاج لإسم وخبر. أنا هكتب جملتين كده وحضرتك تعقب عليهم. اتفضل يا أستاذ. كان السلام قائما وجاء الإسلام فكان السلام. كان الأولى كده تبقى ناقصة أستاذ. لها اسم وخبر. طب جاء الإسلام فكان السلام، هل هنا لها خبر؟ لا. تبقى دي تامة. واللي بعدها؟ واللي بعدها فاعل. فاعل. بس عايز أقول حاجة إن لو جه بعد كان اسم نكرة غالبا بيكون خبر ويبقى اسمها ضمير مستتر. تمام. طيب. يعني كان لزاما كده يا أستاذ صلاح. بس قبل ما نشوف ما نطلعها بقى معانا أماني من المنيا. أماني سلام عليكم. أستاذ صلاح. إزيك يا أماني؟ الحمد لله كويس. الحمد لله ربنا يطمن عليك. اهلا بيك يا اماني وبشعب المنيا الكرام. قولي يا اماني. معايا كام سؤال كده في القصه ممكن؟ اتفضلي. يعني سريعا. في حدود ثلاث اسئله يا اماني. سريعا يا اماني. اصلا بيقول لي كيف يذكر الصبي حوادث الطفوله؟ كيف يذكر؟ يذكر؟ ايوه الصبي حوادث الطفوله. نعم. ها السؤال الثاني. كانت تعلم كان الصبي يرى أن الدنيا تنتهي عند يمينه عن يمينه لهذه القناة. كان الصبي إيه؟ تنتهي يرى أن الدنيا تنتهي عن يمينه لهذه القناة والثالث بيقول ماذا أفاد وصف الخطى قلقة بعد وصفها رقيقة؟ ماذا أفاد وصف الخطى بأنها قلقة بعد إيه؟ بعد وصفها رقيقة بأنها قلقة رقيقة يا مصطفى بعد وصفها برقيقة قلقة بعد وصفها رقيقة. طب الخطى فين دي يا أمان؟ ده كان بياخده اخوه ويوديه الازهر في طور الثاني. طيب هنجاوب لك يا اماني على الاسئله بتاعتك حالا. شكرا ليك. استاذ محسن اتفضل. يذكر الصبي حوادث الطفوله وذلك اعتمادا على الذاكره التي كانت له عندما كان طفلا او صبيا صغيرا. وهو ده موجود في الـ في الـ في, في المقدمه وفي لا هو في المقدمه بيقول يا استاذ محسن ان هو كان في بعض الاحيان اذا نسي اجزاء من الطفوله اذا كانت بعيده فانه يستعيد عنها ببعض الاشياء من تخيلاته حتى عشان هو حتى بذلك كان يعني دقيقا وكان يعني صادقا في بعض الاحيان كان ياتي ببعض الاتقاءات حتى لا يحدث تناقض في احداث القصه. وطبعا هو برضو السؤال بتاع كيف نقول عن طريق
عن طريق اعتمادا على حواس أخرى غير حاسة البصر، يعني اعتمادا على حاسة السمع، فتذكر حوادث الطفولة عندما تغنى النساء بالله يا ليل الله. أيضا عندما يعني عن طريق الاعتماد على الذاكرة وخاصة الحواس التي كانت يمكن الذاكرة والحواس. طيب الذاكرة والحواس. علل، كان الصبي يرى أن الدنيا تنتهي عن يمينه بهذه القناة. طبعا ده سؤال استنتاجي، لأن يعني طه كان مصابا بضعف في الإبصار، ثم تطور إلى أنه قد أصيب بالعمى، فهو لم يبلو ولم يختبر من شاطئ القناة الكثير، فطبعا كان يخوف من قبل أمه وأخواته بكثرة الحركة، ومن هنا اعتقد أن الدنيا عن اليمين تنتهي بهذه القناة، وأن على اليسار يوجد السياج الذي يحيط بالبيت، وده سؤال استنتاجي. ثم كان طيب هنا عندي بقى أستاذ محسن بيقول لي ماذا أفاد وصف الخطى بأنها قلقة بعد وصفها برقيقة؟ طبعا ده بيبين يعني شدة الحالة النفسية التي عليها الصبي لصحبة أخي أو اضطراب الصبي. طيب يعني أنت حضرتك قلت لي الفرق ما بين كانت تامة وكانت ناقصة، أنا عندي هنا بالرجوع للقطعة عندي ثم كان لزاما أن ننشر ثم ثقافة كان لزاما 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 ده تقف قطعة، لو قلت لي لو جه نكرة هتبقى خبر. يبقى لزاما دي الخبر. طب فين الاسم يا أستاذ صلاح؟ ثم كان ننشر. هو لزاما يبقى دي كان ناقصة، وأينما كنا في آخر سطر ثقافة الحفاظ. هو ممكن الطالب يقول يا أستاذ صلاح ثم كان نشر ثقافة الحفاظ لزاما، يبقى المصدر المؤول. بس احنا لسه في كانت تامة بس يا أستاذ محسن. لا ده انا بتكلم على كان الناقص. يعني انت ممكن النشر يعني النشر يبقى دي اسمها. طيب ان ننشر يبقى ده مصدر مؤول في محل رفع اسم كان. انا اقصد ان لزمن هنا كان ناقصه ولزمن دي خبرها، واينما كنا دي كانت تامه، والنادي ضمير مبني في محل رفع فعل. اينما كنا مفيش خبر هنا يا استاذ صلاح، يبقى نا ضمير مبني في محل رفع اسم كان ولا فاعل؟ لا فاعل. تمام. في محل رفع فاعل. طب عايز اسما معربا بعلامة فرعية وحددها. طبعا العلامة الأصلية الأول هي الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والقصرة في حالة الجر. أي حاجة بتعرب إعراب غير ده يبقى اسم معرب بعلامة فرعية. يعني أنا لما أقول فهل نحن ملتزمون بها، ملتزمون. فهل نحن ملتزمون بها، يبقى ملتزمون ديت هي اللي موجوده قصادنا ديت معرب بعلامه فرعيه. احنا عارفين ان الاسم بعد الضمير المنفصل خبر، يبقى ده خبر مرفوع بعلامه فرعيه اللي هي الواو نيابه عن الضمه، لانه جمع مذكر سالم. طيب زي ما احنا شايفين اهي في القطعه نحن ملتزمون في السطر الثالث اهيت، دي اسم معرب بعلامه فرعيه، خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. اسم مكان واذكر فعله. لما يطلب مني اسم مكان بدور على حاجة على وزن مفعل أو مفعل، لإما ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. طب أنا لو قلت متمثل يا أستاذ صلاح اللي في السطر الأول، طبعا هي كلمة متمثل مش اسم، مش ميم مضمومة ولا فتح ما قبل الآخر، ولا على وزن مفعل أو مفعل، ولا بتدل على زمان ولا مكان. تمام. هي دايما بيجيبها لنا يعني جات كتير كلمة مجتمع. كلمة مجتمع هي. نعم. يبقى دي مجتمع. طب لو الطالب قال إن الفعل بتاعها، لو قال له اذكر فعلها وقال جمع، غلط طبعا. غلط. لأن ده غير ثلاثي. اجتمع. اجتمع. تمام. طيب عندي مصدر رباعي واذكر فعله، قلت لك قبل كده عشان تعرف المصدر نقدر نحط له الف ولام لانه اسم. لو جبت قبليه الفعل بتاعه ينفع يكون مفعول مطلق للفعل اللي انا جبته، ليه اوزان محدده اللي هي المصدر الرباعي، افعال افعل، تفعيل تفعلة، مفاعله وفعال، وفعلل وفعلال. انا عندي اكتر من مصدر رباعي هنا، اقدر اقول اماطه ده في السطر الثاني. من اماطه اماطه هي انا بكتبها لاولادنا يا استاذ صلاح. اماطه من فعل اماطه. نعم. اماطه وتلويس من وتلويس وتخريب من لوسه، وتحقيق من حققه. تمام. يبقى دول المصدر الرباعي. وعندي تخريب. ايه رايك في كلمه الحفاظ الموجوده برضه؟ حافظ حفاظ برضه ده مصدر. تمام. رباعي. طيب عندي بعد كده بيقول لي يا استاذ محسن عاوز الاسئله المهارات اللغويه مضايقات، اجعل هذا الاسم معربا بعلامة فرعية في جملة من إنشاء. طب أنا هختصر وأقول إن المضايقات في الحياة
كثيرة كثيرة طبعا. هو ليه قال لي ان علامة فرعية ده جمع مؤنث سالم، يبقى بيعرب علامة فرعية في حالة النصب بينصب بالكسرة. يعني كده انا هعرب المضايقات اسم ان منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لانه جمع مؤنث سالم. حول المصدر المؤول الى مصدر صريح في الجملة التالية ثم بين موقعه الاعراب. طب نشوف الجملة كده يا استاذ. هذا ما يجب ان نسعى لتحقيقه. هذا ما يجب ان نسعى لتحقيقه. هو عايز نعمل ايه يا استاذ صلاح؟ حول المصدر المؤول لصريح هو اهو ان نسعى، يبقى السعي وبين موقعه من الاعراب. السعي اي مصدر مؤول بعد يجب وينبغي ويلزم ويحسن ويتم فاعل، بيبقى في محل رفع فاعل، يبقى المصدر الصريح هعربه فاعل مرفوع وعلامه الرفع الضم. هو بيقول لي بين موقعه الاعراب يبقى في في محل رفع. طيب نحن ملتزمون باداب الطريق، أدخل حرفا ناسخا على الجملة السابقة. نحن ملتزمون بآداب الطريق. نعم. هو بيقول لي أدخل إيه حرفا ناسخا. دعني أختي أستاذ صلاح وهقول كنا ملتزمين بآداب ده فعل الطريق. كده. ده فعل. يبقى أقول إننا. طب لو أنا قلت إن نحن غلط، لأن ما إن ينفعش. تبقى إذا يعني نحن إذا أحولها إلى نلف المفعولين. يبقى إننا. إننا ملتزمون بأداب. ناء المفعولين. إننا ملتزمون. طب افرض إن أنا قلت ملتزمين. غلط، لأن الخبر إن مرفوع وبيقول لك اعرب الاسم، هقول ضمير مبني في محل نصب اسم إن. ضمير اللي هو ناء. نعم. تمام. في أي مادة تكشف عن كلمتي ثقافة وملتزمون؟ ثقافة، في ثقافة. تمام كده؟ نعم. وملتزمون أنا لزم. بجيب الفعل إيه؟ التزم لزم. على وزن افتعل، هجرد الفعل من حروف الزيادة يبقى في لزم. طيب لازم أقول إيه يا أستاذ محسن؟ باب. لازم أقول باب وفصل ومع. تمام. تمام. شكرا لك يا استاذ محسن. شكرا الله لك يا استاذ صلاح. يعني قدرنا ان احنا ننتهي من النموذج الثالث. شكرا لك وكل سنه وحضرتك. اولادنا هينتظرونا ان شاء الله الساعه 12 ل2 في الحلقه القادمه، ومن 3 الى 5 قبل الفطار يعني عشان ما فيش بعد الفطار. وطبعا يعني نقول ايه يا استاذ صلاح للي اعد لنا يعني هذا الامتحان؟ الاستاذ سامي قاسم من اداره المطريات التعليميه. شكرا يعني للأستاذ سامي، وطبعا كلمة من الأستاذ صلاح كده تسلك صدر الأستاذ سامي. طبعا احنا اللي بنشكر بيتفانى في يعني انه يخدم قناة مصر التعليمية. طبعا احنا بنشكر، طبعا احنا بنشكر حضرتك الأول، ألف شكر ربنا ليك. يبارك فيك، الفضل لله تبارك وتعالى، واللي بيسهل لنا وبيسر لنا أستاذنا العظيم الأستاذ سامي قاسم. شكرا لك الشكر والتحية. وطبعا احنا الشكر موصول لأستاذ سامي قاسم اللي بيقوم بالعمل الجميل دوت. شكر موصول لكل فريق الإعداد، وشكر موصول لكل فريق الإخراج وكل القائمين على العمل. طلاب الأعزاء كل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان الكريم بإذن الله. نتمنى من الله عز وجل أن يجعل تلك الأيام الطيبة وطيبة علينا جميعا، وأن تكون بشرى جيدة، ونتمنى أن تكون كل الأدعية التي في قلوبنا من أجلكم من نصيبكم بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، إلى أن نلقاكم، لكم منا أطيب الأمان، والسلام عليكم ورحمة الله.